من جهة أخرى، أكدت هدى إيمان فرعون أنها ستقوم بتدعيم مكاتب البريد بولاية باتنا بمحلات صغيرة يتم تهيئتها بعد شهر لفك الضغط، مضيفة أنه ليس هناك مشكل سيولة بولاية باتنا. هناك عدم انسجام في توازن في منطقة تواجد مكاتب البريد، نجد بعض الأحياء فيها مكتبين وأخرى بعيدة بكيلومتر أو كيلومترين ليس فيها مكاتب بريد، ولهذا سنقوم بتدعيم الشبكة بمحلات صغيرة يتم تهيئتها في 20 يوم شهر على أكثر تقدير لتدخل حيز الخدمة وتفك يعني هذا الصعوبات على المواطنين حتى لا يضطروا إلى التنقل. أما بالنسبة لتواجد السيولة نظن ما كاش حتى مشكل في الولاية، بالنسبة لوجود كذلك قسيمات السيارات والطوابع البريدية أو الطوابع الضرائب ليس هناك مشكل.